طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. مطلب جديد من قادة من ميليشيا الحوثي لتجار صنعاء، شاركونا أموالكم. صحيفة الأيام تتحدث عن المنطقة التي فكت الحصار عن تعز محاصرة. ومن أخبارنا المنوعة، مليونير تايلندي ينظم مسابقة لاختيار زوج لابنته. ما يزال اليمنيون يتذكرون الحجة التي رددتها ميليشيا الحوثي وهي تقتحم صنعاء، وكانت تلك الحجة أنهم يريدون خفض الأسعار، وبعد سنوات من نهب كل شيء والزيادة الجنونية في الأسعار والحروب، بدأ قادة الميليشيا بتقاسم كل ما في صنعاء، وآخر ما أقدموا عليه وفقا لموقع يمن مونيتور. الحوثيون يخيرون التجار بين الشراكة أو دفع المجهود الحربي. وقال الموقع أن جماعة الحوثي هددت رجال الأعمال وكبار المستوردين بفرض شراكة الجماعة في تجارتهم إذا لم يدفعوا مخصصات المجهود الحربي دون تأخير وتسليم المعلومات الخاصة بشركاتهم ومصانعهم. وقال عدد من التجار الذين حضروا اجتماع دعت إليه محافظة صنعاء ليمن مونيتور: تم مخاطبتنا بشكل واضح من قبل محافظ صنعاء المعين من قبل جماعة الحوثيين أن هناك صعوبة في ملاحقة التجار ورجال المال والأعمال لدفع ما عليهم من مستحقات خاصة بالمجهود الحربي. وقال حنين قطينة: حسب رجال الأعمال، تعبنا من تسول دعم للمجهود الحربي، الآن يجب علينا أن نشارككم في شتى المجالات ونقوم بالشراكة بالأشغال وعقارات الدولة والأوقاف، ويكون هناك مشاركة في بناء مصانع وجامعات. لأجل السلام بذلت الحكومة الشرعية كل جهودها، فلم تدعى لمناسبة سلام أو اتفاق إلا ولبت النداء. وفقا للموقع بوست: الحكومة اليمنية: قدمنا كل ما أمكن لدينا لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام. ويستند الموقع إلى أن ما قاله وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن آخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كانت في اتفاق ستوكهولم، والذي يقضي بالانسحاب من الحديدة والإفراج عن المختطفين والأسرى، إلا أن الميليشيا الحوثية ليس لديها أي نية للسلام وترفض تنفيذ أي اتفاقات يرعاها المجتمع الدولي. وفي مؤتمر صحفي استعرض الوزير قصص اختطاف عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين وأمهات وأقارب المختطفين وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها ومعاناة أسر المختطفين جراء فقدانها لهم وضغوط وتهديدات واعتداءات الميليشيا المستمرة. عندما يصبح الدكتور بائع خبز، قصة الموظف اليمني. تحت هذا العنوان كتب محمد الدهمي مقاله المنشور في مدونات الجزيرة مضيفا: بعد فترة بسيطة من الحرب كان القدر يخبئ أخبارا لا تبشر بخير بالنسبة لذوي الوظائف. كان الموظفون حتى بداية الحرب يتقاضون رواتبهم كاملة، وبسرعة فائقة كان يتم إعطاؤهم نصف راتب، لتأتي فترة أصعب حرموا فيها من رواتبهم بشكل كامل، والمشكلة أنهم أجبروا على ممارسة أعمالهم في فترة أشد بؤسا. أتت تلك الفترة لتضمهم إلى قائمة البطالة ليرتفع معدلها إلى 70% إن لم يبلغ 99%، وراح الجميع ليبحثوا عن أعمال، غير أن البحث عن عمل بات صعباً، ففي ظل الحرب تكاد الأعمال تكون شبه متوقفة، غير أن هناك من فر بنفسه إلى الغربة، وعدد المغتربين اليمنيين في المهجر كما أحصي عددهم 7 ملايين مغترب. بقي أصحاب الوظائف لا يجدون قوت أسرهم لينزلوا من الدرجة المتوسطة إلى الدرجة الأدنى والدرجة الأدنى، ومن الصعب أن تجد المعلمين يدرسون في المدارس بلا رواتب، وفي بعض المدارس يقوم الطلاب بجمع المال بهدف إعطاء مدرسيهم رواتب، أما البقية فإنهم أهاطلون. والمصيبة أن تجد دكتوراً أصبح سائق تاكسي، وآخر بات خبازاً بدرجة الشرف، وبروفيسور بائعاً متجولاً يتقاضى 4 قروش. وهذه ليست مزحة أو أنها من محض الخيال، غير أنها حقيقة، وحدث في اليمن مع دكاترة يدرسون في جامعات حكومية منها جامعة صنعاء. اليمن حالة معقدة، عاجز المجتمع الدولي عن حل مشكلتها، ولن يستطيع حل المشكلة سوى الشعب اليمني فقط.
يستطيعون حل المشكلة حين يعرفون أنهم يستحقون العيش والبقاء كرماء النفس، والبطالة والجوع والتشرد هي الطريقة الوحيدة التي يستطيعون حل مشكلتهم من خلالها. الثورة لكرامة النفس آتية لا محال، وثورة الجياع هي التي ستشبع اليمنيين بالكرامة والعزة ورغد العيش. صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تتحدث عن درع تعز الحصين وبوابتها الجنوبية التي صمدت لعدة سنوات في مواجهة القصف بالقذائف العشوائية والحرب التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة، وما تزال تعاني من الألغام التي زرعتها الميليشيات على الرغم من تحررها، وتعنون صحيفة الأيام: منطقة الشقب بتعز حصار حوثي مطبق وتخاذل حكومي كبير. وذكرت الصحيفة أن ضحايا الألغام كثيرون، لكن أبرزهم حالات بتر الأقدام بسبب الألغام، وقد وصل عددهم إلى 12 حالة. وتفيد الأيام أن المنطقة التي ساهمت في إمداد المدينة أثناء فترة الحصار الخانق بالغذاء والدواء، وكان لسكان هذه المنطقة أي مدينة الشقب دور هام في كسر الحصار وحماية المدينة من المدخل الجنوبي لها، غير أنها تعاني اليوم حصارا جائرا تفرضه الميليشيات الانقلابية بعد أن قطعت المنفذ الشرقي الوحيد للمنطقة، وهو ما حرمها من دخول المواد الغذائية والصحية وجعلها تتصدر أولى المناطق من حيث تردي الأوضاع الصحية والمعيشية. وقالت الصحيفة أن جميع أودية المنطقة متوقف العمل في زراعتها، وقد أقدمت الميليشيات على قتل وقنص وجرح عدد من النساء والأطفال والمواطنين أثناء محاولتهم التحرك باتجاه هذه الأودية التي زرعتها بالألغام. عن طول انتظار اليمنيين للتحرر والعودة إلى ديارهم وأحلامهم، كتب علي العسلي مقاله المشهور في التغيير نت مضيفا: مفردات تتردد على مسامعنا يوميا عن ساعة الصفر وعن إنهاء الانقلاب، عن الزحف للحسم، عن القدرة والاستعداد، لكن باعتبارنا دولة فنحن نؤمن بالسلام ونقدم التنازلات الكبيرة، ولكن لا فائدة، هكذا يقولون. كتائب المهمات الخاصة جاهزة، جيش عارمرم ينتظر الأوامر وإطلاق ساعة الصفر. الحسم اقترب، ولا شيء مما يقال يحدث على الأرض. الحقيقة أننا مللنا من تكرار وكثافة هذه المصطلحات، ومللنا كذلك سنوات الانتظار لانبلاج صبح جديد يعيد الوطن ويعيد المواطن لأحضانه من بلدان الشتات في المهجر. هل ممكن أن تعاد الدولة وتعاد الشرعية ويعاد كل شيء إلى مكانه، بل إلى الأفضل، ونحن على ما نحن عليه؟ أشك في ذلك. إذن هل يستطيع أحد إعادة الأرواح التي أزهقت والتي لا تزال تزهق إلى ما كانت عليه؟ طبعاً مستحيل، إذ لابد بعد التضحيات أن ننتصر وننتصر، ولا ينبغي القبول بعملية سياسية يتبختر فيها الحوثة ولا يحاسبون عما ارتكبوه من جرائم، فقد يختفون بعد كل هذا العبث ويعودون إلى أدراجهم لفترة كبيات شتوي، وربما تمطر السماء لتلك البذرة المبتلة في 11 من فبراير 2011، وربما يصحو ضمير الأمم فتمطر الدول تفهماً لثورتنا ويسهمون في إعادة إعمار بلادنا وإخراج وتبرئة ثورتنا مما مزقته آلاف القنابل ودمار آلاف المنازل وقتل الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من الجرحى والمعاقين، وربما تعيد شرايين أجسادنا تدفق الدماء والحياة فيها إلى شرعية الركود. مجلس الشيوخ الأمريكي، وكما تحدث موقع شبكة البي بي سي، يتحدى ترامب ويصوت لإنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وهذا يمثل ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة دونالد ترامب الخارجية وتحالفه مع الرياض. أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا على مشروع قرار ينص على أنه يتوجب على الرئيس ترامب سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن أو التي تؤثر عليها خلال 30 يوما. التصويت على مشروع القرار جاء بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي 7 من الجمهوريين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين. أما عن رد فعل ترامب، فقد تعهد اتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونغرس. تحدث موقع الجزيرة نت عن أحد سكان الكهوف في جزيرة سقطرة والذي توفي مؤخرا،
وحمل الموقع عنوانا بقصد لفت الانتباه إلى التقرير كان قبلة السائحين ومقصد الباحثين التاريخيين رحيل آخر السقطريين. تقول الجزيرة نت: إلى جانب نمط العيش المتفرد كان صعالف بن سلالي بر حلمهي واحد من أشهر حكماء الجزيرة التي عرفت منذ العهود القديمة حسب ما تظهر التنقيبات الأثرية، حيث تعود حياة البرية فيها إلى 1000 سنة قبل الميلاد. وكان الشيخ السبعيني وفقا للموقع أعلم بتاريخها وأمثالها ولغتها وعاداتها، مما جعل له مكانة كبيرة بين السكان الذين يعود أصلهم إلى مهرة بن حيدان وقبائل حميرية، وبعض العشائر يعود أصلها إلى حضرموت وسلطنة عمان. وآثر صعالف البقاء في كهفه متنقلا بين الجبال والوديان، متحاشيا الذهاب إلى الحواضر والمدن في جزيرة سقطرى التي تبلغ مساحتها 3650 كيلومتر، ويسكنها نحو 150,000 نسمة. ووفق سكان الجزيرة فإن صعالف كان صاحب حكمة بالغة وكلمة رزينة وأقوال مأثورة تلخص تاريخ وحضارة سكان سقطرى الذين طوعوا الطبيعة المتقلبة للجزيرة. عصر الاحتجاج، سطوع شمس. تحت هذا العنوان كتب نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر مقاله الذي تنشره بلقيس. الاحتجاج المدني السلمي قاطرة الثورات عبر التاريخ كله، فليس هناك مجتمع أو بلد أو شعب أو أمة إلا وقد شهد ألواناً وأشكالاً من الاحتجاجات المدنية والسلمية. الدعوات الإصلاحية في كل زمان ومكان احتجاج بأسلوب معين، وكل الثورات حتى الأكثر دموية وعنفاً بدأت أو مرت بمراحل احتجاج سلمي، ويتخذ الاحتجاج أساليب وأشكال مختلفة عدة من زمن لآخر ومن بلد لبلد، لكن الطابع السلمي هو السمة الرئيسة جل الثورات الصغرى والكبرى التي تبدأ سلمية وعفوية وتلقائية، في الأغلب يحولها القمع والقهر الذي يمارسه الطغيان إلى العنف والاحتراب. الثورات الكبرى شهدت مقدمات أساسية من الاحتجاج السلمي، إذ كان القرن 17 عصر الاستعمار بامتياز، كما كان القرن 18 عصر التنوير، والقرن 20 عصر الثورات الكبرى: الثورة الروسية، التركية، الهندية، المصرية، وحركات التحرر الوطني في الجزائر وفيتنام والعديد من بلدان القارات الثلاث. حققت الهند استقلالها بالكفاح السلمي وبالمقاطعة والمقاومة السلمية، وكانت الثورة الإيرانية ثمرة مظاهرات سلمية أطاحت بسادس جيش في العالم قبل أن تقتالها ولاية الفقيه. أشكال وأساليب النضال تتداخل وتتمازج وتتعاقب، فالقرن 17 وهو عصر الاستعمار شهد أيضا وجود أساليب عديدة للمقاومة المسلحة والسلمية، والقرن 20 عصر الثورات وحركات التحرر الوطني والانقلابات العسكرية شهد أيضا ارتدادات وانكسارات وتراجعا هنا وهناك، كما شهد أيضا بروز احتجاجات سلمية بعضها كان مقدمات أساسية للثورات المسلحة، وبعضها قمع باكرا، وبعضها يمتد ويرتد كحالات مد وجزر. القرن 21 يمكن أن يسمى قرن الاحتجاجات السلمية باعتبارها بديلا لما بعد الاستعمار والاستبداد بأشكاله وصوره المتعددة. تضع صحيفة القدس العربي سؤالا لا يبدو منطقيا من الوهلة الأولى بالقول: هل تحسم القطط والكلاب في بريطانيا مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ حيث لجأ مشرعون وخبراء اقتصاد إلى تويتر للتعبير عن مشاعرهم إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الشهور الأخيرة. لكن الإجابة عن تساؤل الصحيفة يبدأ من مراقب سياسي واحد لاقت تغريداته ردود فعل جيدة بشكل خاص: لاري القط صائد الفئران الرئيسي للحكومة البريطاني. لكن ما حكاية هذا القط؟ تجيب الصحيفة: عدد متابعي لاري بلغ 234,000 شخص بفضل تأملاته الداخلية الافتراضية على حسابه في تويتر، الذي وفر مزيجا ناجحا من التعليقات السياسية الساخرة والتورية باستخدام أسماء الحيوانات وأيضا صور القطط اللطيفة. أما عن أفكار لاري حول استفتاء البريكسيت فيقول: لقد سئلت عدة مرات إذا كانت
أو إذا كنت أؤيد إجراء تصويت شعبي، إنه الشعب الذي أدخلنا في هذه الفوضى. أقترح تصويت القطط والنتيجة المحتملة، السماح لنا بالمغادرة والعودة كلما أردنا بلا شك. لا يعلم أحد من يكون المسؤول عن الحساب، لكن القط لاري الحقيقي انتقل إلى مقر الحكومة البريطانية من مأوى للحيوانات ظاهريا كصائد للفئران، بينما وصفه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق بأنه صائد الفئران الرئيسي لمكتب مجلس الوزراء. أما الموقع الإلكتروني للحكومة فيقول إن مسؤوليات لاري اليومية تشمل أيضا التفكير في حل لاحتلال الفأر للمقر الحكومي. في خطوة وصفت بالغريبة، يعتزم مليونير تايلندي تنظيم مسابقة من أجل تزويج ابنته الحسناء، والفائز سيحصل على مبلغ مالي كبير، فيما لم يضع المليونير قيودا على جنسية العريس الذي سيعلن عن اسمه في وقت قريب للغاية، وفقا لموقع الدي دبليو. مليونير تايلندي ينظم مسابقة والجائزة ابنته الحسناء. في بعض أجزاء تايلاند تملي العادة أن يدفع الرجل مهرا لزوجته المستقبلية، بيد أن مليونير يعيش في هذا البلد الآسيوي أبى إلا أن يذهب بعيدا في رحلة بحثه عن زوج يناسب ابنته الحسنة، ووعد بإعطاء مبلغ 240 ألف جنيه استرليني للرجل الذي سيتزوج ابنته كارينيستا رود ثونغ عمرها 26 عاما. وأفاد الموقع أن الأب الذي يملك مزرعة مزدهرة لفواكه الدوريان الاستوائية أخذ مسألة زواج ابنته على عاتقه، إذ أكد الأب أن ابنته تتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة، وسيطر الإحباط على الأب لأن ابنته التي تساعده في الأعمال المنزلية لا زالت عزباء، فقرر تنظيم مسابقة بنفسه بهدف تزويج ابنته، وسيتم الإعلان عن الفائز بيد ابنته في شهر إبريل نيسان. ولم يضع رود ثونغ قيودا على جنسية العريس، إلا أنه قال إن على الزوج المستقبلي أن يعمل بجد ويسعد العروس. لا أريد شخصا حاصلا على شهادة باكالوريوس ماجستير أو ماجستير، أريد رجلا مجدا. فيسبوك تبرئ القرصنة من أسوأ توقف طال تطبيقاتها، وذلك بعدما أكدت الشركة ونقلت تصريحاتها صحيفة الشرق الأوسط أنها على دراية بالعطل الذي تعرضت له تطبيقاتها في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك تطبيقي واتساب وإنستغرام، والأمر يتعلق بانقطاع جزئي للاتصال. وعلى رغم عدم تحديد فيسبوك لأسباب الشلل التقني الذي أصاب تطبيقاتها والذي وصفته شبكة CNN بالأسوأ في تاريخها، إلا أنها نفت أي علاقة للعطل بأي نوع من الهجمات الإلكترونية. وأعلنت شركة فيسبوك أنها تحقق في التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهتها تطبيقات فيسبوك إنستغرام وواتساب. فيسبوك اضطرت للجوء لمنافستها تويتر لتبرير توقف تطبيقاتها، وذلك بعد إطلاق وسامات على تويتر حول تعطل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتبادل التوقعات حول أسباب العطل الذي أصابها. دموع الحزن وابتسامة الفرح والسعادة وهذه المشاعر المضادة تجتمعان معا في هذه الصور التي التقطتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، بالإضافة إلى صور منوعة أخرى نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. نتابع.
وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.